فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها تعمل في مركز حكومي نسائي. نعم. امرأة تقول إنها تعمل في مركز حكومي نسائي. نعم. وتقول يتم التفتيش على جوالات الكاميرا وأخذها من الأخوات، ولا يتم المطالبة بها بعد ذلك، فبعض النساء يضعنها في المركز، فهل لإدارة المركز أن تتصدق بهذه الجوالات أم يتركونها سنة أم ماذا يفعلون؟ هذه دائرة حكومية ولها نظام، يرجعون للنظام والمسؤولين عن هذه الدوائر. نعم.